انا عايز البيضه كامب بكامب. لا عايز السمك كامب بكامب. ممكن العب معاكم؟ لا مش هلعب معاكي. ليه كده بس؟ انا ماليش صحاب ومش عارفه العب مع مين. عشان انت هدومك مش مكوي وانا اصلا مش عايزه العب معاكي. اكويها ازاي طيب؟ طب ما تخلي مامتك تكويها لك. ما انت عارفه انا ما عنديش ام. انا مالي، اسكتي بقى عشان انت صدعتيني. خلاص خلاص انا اسفه. فيروز حاضر يا بابا جاي. ثانيه يا ساجده بس عشان بابا عايزني. انا جيت اهو يا بابا. ايه اللي انا سمعته من فوق ده؟ سمعت ايه؟ بقى البنت بتقول لك انا يتيمه وعايزه العب معاكي، تقومي تقول لها هدومك مش مكويه؟ ماليش دعوه، انا ماليش دعوه اللي هي يتيمه. ازاي يا حبيبتي؟ ده يتيم الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وصانا بيه. وصانا بايه يا بابا؟ وصانا ان احنا نهتم بيه ونراعيه. امال انت بتاخدي ايه في حصه الدين في المدرسه؟ ما هي حصه الدين اتلغت وبقى ناخدها الالعاب بس. ما عشان كده، عشان كده. يلا روحي صالحي صاحبتك وقولي لها تعالي العبي معايا. روح اجيبها انت يا بابا، ماليش دعوه، مش هصاحب عليك. مش فايده فيكي، انا هروح اجيبها. ما جبتيش الطلبات ليه لماما؟ طب ما تروحي تجيبيها انت. هي طالبها مني انا ولا منك انت؟ مني انا بس انا لسه صغيره ممكن اتوه، لكن انت كبيره. فيروز ما بحبش الدلع، يلا قدام. بصي يا ساجده هروح اجيب لماما الطلبات واجي لك تاني. ماشي انا مستنياك. ربنا رزقني بسكان معفنه يا عم بقى. عايزه ايه يا ست فيروز؟ صباح الخير. صباح النور يا ستي. ماما بتقول لك روح اجيب لها طلبات. بس انا امك ما كلمتنيش. لا ما هي قالت لي ان انا اجي اقول لك كده. طب لسه بس هغسل ست عربيات بتوع العماره. ايه لا ماليش دعوه، روح اجيبها دلوقتي. يوه بنت بايظه ولا ايه؟ صباح النور يا ست فريده. صباح الخير. فين فلوس الطلبات؟ طلبات ايه؟ الطلبات اللي الست فيروز قالت لي اجيبها لامك. يعني فيروز جت قالت لك كده؟ اه والله جت قالت لي كده. طيب ده ايه العيله دي؟ يلا يا ساجده عشان نلعب مع بعض، انا خلاص وديت لماما الطلبات. خلي هنا يا بنت، عايزه ايه مني تاني؟ فين الطلبات؟ ما هي زمانها رايحه لماما البيت دلوقتي. هو انا قلت لك انت اللي تجيبيها ولا عم بحر؟ ما شغلت ذكائي وقلت لعم بحر هو اللي يروح يجيبها. يا سلام يا اختي. اوعي بقى عشان عايزه العب. انا خلصت اسمي، خد انت كمل بقى عشان ما تخربي. ايه ده؟ بصي في الليلة كرسي. خلاص انا عشان نركز. يا فين في حاجة على الكرسي؟ الكرسي فاضي اهو. يلا العظيم فين في حد على الكرسي؟ انا انت بقى ان المراية اثرت على دماغي. تعالي بقى عشان نكمل مذاكره. ها بقى خلصت. الله يخرب بيتك فجعتيني يا ماما. الكرسي ده ملبوس يا ماما. ملبوس حبيبتي انت سخنه. ماما انت لسه اروع. عندك تهيؤات؟ تهيؤات؟ اه الباب بنخبط، انا هروح افتح الباب وهرسم مع لكم. اقعدي يا حبيبتي ذاكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حضرتك مين؟ مش مهم انا مين، المهم ان انا جاي انقذك انت واهل بيتك. تنقذنا من ايه ان شاء الله؟ اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. بيتك يا ست هاني في جن من نوع غريب عمري ما حسيت عنه قبل كده. وايه كمان؟ بقول لك ايه، خد شغل التعريف والتجارين بتاعك ده وتطلع بره. يلا. المهم انا جيت وحذرتك عشان انقذك انت وبنات. هتطلع بره ولا تطلب لك السكيورتي؟ سلام عليكم. بره. ايه الهبل ده؟ ماما مين الراجل اللي كان على الباب ده؟ ده راجل متخلف عمال يقول لي خرافات وقال ايه في جن وحاجات كده. فكك منه. لا يا ماما ده كلامه صح. اروع بقول لك ايه، بلاش شغل الخرافات ده بدل ما اوديكي دكتور نفسي. فريده تعالي يلا ساعديني في المطبخ.
أروح ما تخليش إلا صاحبتك. عجبك يا حبيبتي العصير؟ ايوه يا بابا، انت جبتيه منين؟ اشتريته لك من السوبر ماركت اللي هناك. اشتريته انا برضه ولا انا اللي جايبه لك؟ هو انت يا بنتي بتعملي الثواب وتضيعيه ليه؟ ثواب ايه ده؟ انت شحات بنتك المشلوله دي، هو انت مش ناوي تقفي على رجلك بقى؟